كل اللي شغالين في القطاع المالي وقريبين من صناعة القرار في البنوك كان عندهم شبه يقين إن البنك المركزي من خلال لجنة السياسات النقدية هيثبت أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض ومش هيرفعها على الأقل في الاجتماع الأخير اللي كان يوم الخميس اللي فات. لكن اللي حصل إن البنك المركزي فاجئ الجميع ورفع سعر الفايدة 100 نقطة أساس أو 1%. فيا ترى البنوك هتتصرف ازاي بعد القرار ده؟ وهل رفع الفايده هيربك الحسابات ويغير الخطط؟ بانكير نبض البنوك. من بكره لجان الالكو في البنوك المصريه هتبدا عقد اجتماعات طارئه لحسم زياده سعر العائد على هيكل الفائده على القروض واوعيه الادخار المختلفه بعد قرار البنك المركزي المفاجئ يوم الخميس. وزي ما احنا تابعنا وشفنا لجنه السياسه النقديه بالبنك المركزي المصري قررت رفع سعر الفائده 1% في اجتماعها الاخير ليرتفع لنطاق 19.4% على الايداع و 20.4% على الاقراض في تحرك مفاجئ هدفه كبح معدلات التضخم اللي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو ووصلت لأول مرة 40%. وهتبدأ لجان الأصول والخصوم ألكو المسؤولة عن تحديد سعر الفايدة في عقد اجتماعات متواصلة لحسم مصير أسعار الفايدة على بعض أوعية الادخار زي الودائع قصيرة الأجل والشهادات وقروض الأفراد المختلفة، القروض الشخصية، السيارات، السلع المعمرة، بطاقات الائتمان وغيرها، وده بعد قرار البنك المركزي المصري. بيخضع قرار كل بنك بزيادة سعر الفايدة على هيكل الودائع وقروض لحركة البنوك المنافسة ليه وحجم تكلفة الودائع عند مقارنته بالقروض ومدى احتياج كل بنك لمعدلات سيولة وجذب عملاء جدد وحاجات تانية لازم تتحط في الاعتبار ويتم دراستها قبل أي قرار. خلال السنة ونص الأخيرة رفعت البنوك أسعار الفايدة على القروض والودائع 6 مرات تزامناً مع كل تحرك من البنك المركزي في اجتماعات لجنة السياسة النقدية بزيادة سعر العائد. وتبنى البنك المركزي سياسة نقدية تشددية بتقوم على رفع سعر الفايدة لاحتواء معدلات التضخم المتسارعة بداية من مارس 2022 لما رفع سعر الفايدة 1% لأول مرة من 5 سنين. لجأ البنك المركزي لرفع سعر الفايدة بإجمالي 11% على 6 مرات منها 8 مرات خلال 2022 و3% في عام 2023. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.